السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين اصدقاء متابعي المشاهدين ديال على قناه اليوتيوب. عاد جديد، حلقه جديده من اناليز تيرسي كوارتيك كانت بليز. دونك سعيد باللقاء معكم في هذا العدد وفي هذه الحلقه هذه. كنتمنى للجميع عيد مبارك سعيد، وكنتمنى للجميع دوم بالصحه والعافيه، وتكونوا مرتاحين البال وتكونوا في امان الله بطبيعه الحال. ونمشيو للبودروم ديال اوت اللي غادي تجرى في تيرسي كوارتيك كانت بليز ديال نهار الخميس. اذا نهار الخميس ديريكسيون لي بودروم ديال اوتوي مع الكانت بلوس ديالنا، اللي كيف ما كتشوفوا غادي يكون في رينيو اون لا بروميير كورس ديال البروغرام. ديبار غادي يكون مع الوحده و55 دقيقه اور لوكال، يعني التوقيت المحلي 11 و55 دقيقه توقيت المملكه المغربيه. دونك هاد الكانت هذا اللي غادي يكون في لا ديسيبلين ديال اللي هي ريفيرونس زائد 8 ل 5 زائد 10 بالنسبه للخيل اللي عندهم سيزون وما فوق. 16 ديال البارطون مخلطين في مال مال اي هونغرو، غادي يجرو في المسافه ديال 3900 متر. تيران غادي يكون كولون 5 في البينيترومتر. دونك هذا هو الديكور، هذا هو الدي بريف، وهذه المعطيات الاوليه بالنسبه للكانتي ديالنا اللي غادي يكون نهار الخميس كيف ما قلت لكم في البودروم ديال اوتي. ونمشيو نشوفوا لي شونس ديال هاد لي 16 بارطون. اذا نبداو التحليل ديالنا مع اول بارطون اللي غادي يكون هو الانتيخو، هاد الهونغر ديال 5 سنين، هونغر اللي كان موقف لا كومبيتيسيون في شهر 11 حتى شهر 3، دار ان رونتخي باغ ان فيكتوار يعني في لي بودروم ديال اوتي. لحد الساعه جوج ديال لي كورس في الاوتي، جوج ديال لي فيكتوار 100% دو ريوسيت، مي لي زونديكابور عطاه 64 فالور. دونك فالور اللي ما غاداش تكون سهله، اوبليجي عليه يهز في الظهر ديالو 72 كيلو غدا. واش ممكن يهز هاد البو هذا ولا لا؟ ونزيدوا على انه غادي يجري مع خيل اللي كبر منه، اللي عنده با مال ديكسبيريونس في هاد لا كاتيجوري هادي. فصراحه غادي نغامر بهاد لو شامبيون هذا، اللي نقدر نكون خدت لو ريسك معاه وعطيتو دوزيام شونس، لان عنده 50 و 70 كيلو في الدار ماشي سهله. دونك جو برون لو ريسك ونعطيه دوزيام شونس. رقم جوج فيزيون دو ريو، هاد الهونغر ديال 5 سنين، هونغر اللي سالا 7 ايام في لا كورس ريفيرونس اللي كانت في 17 3، ان كورس نتكلموا عليها يعني بزاف في التحليل هذا. وشفناه يعني هذاك النهار ما عرفناش يعني واش من لا غونتخي، لانه كانت ان غونتخي هذاك النهار، ولا من لا فالور تا هو ديال 64. فدار الماكسيموم ديالو، غادي نعطيه دوزيام شونس ونبغي نشوفو غدا مرة أخرى بنفس لا فالور، ونشوف واش كانت من لا غونتخي ولا من لا فالور الرقم جوج فيزيون ديغيو، ونحتفظ بيه في لي دوزيام شونس. رقم 3 لو فاست، هاد الهونغر ديال 5 سنين، هونغر تا هو اللي شفنا في لاكورس ريفيرونس وخد لا دوزيام بلاس في 17 3، عاود لي يعني توجور اون فورم. شفناه يعني في البخي ديال كغاني اللي كان في هاد الباركور هذا السبت اللي فات، وجرى يعني مزيان هذاك النهار. فعاود لي كيبان لي تا هو عنده لا كاليتي، شفناه في مجموعة ديال لي كورس في البودوم ديال اوتوي. فغادي نعطيه بروميير شونس، وغادي تكون اول بروميير شونس ليه في الكانتي لو فاست رقم 3. رقم 4 التون، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي غادي يدير لاغونتخي ديالو من شهر 12 ما جراش. لحد الساعة عنده 3 ديال لي فيكتواغ، الشي اللي خلى لا فالور ديالو تا هو يطلعات ل 60 اونص. 60 اونص واش ممكن يديرها ولا لا؟ غادي يستافد من لامونت ولا من جوكي جيمس غيفلي كرافاش دور دوبستاكل العام اللي فات. فغادي نحتفظ به في دوزيام شونس، وكيف ما كتشوفوا غادي نحطو في الخالد الاونكادنو باغتور رقم 4 التون. رقم 5 سيبر كوارتز، هاد الهونغر ديال 5 سنين، هونغر تا هو اللي شفنا لو غوتور ديالو لي بودون ديال اوتوي في 9 3، خد لا 6 بلاص هذاك النهار. نقدر نقول ان لا كاليتي عنده هاد العوده ديال، لان شفنا الفيكتوار ديالو في 2 12 من العام اللي فات، كتبين على انه عنده لا كاليتي. واخا كيف ما قلت لكم لو غوتور ديالو في 9 3 ما كانش شي حاجه كبيره، بوغ ان بلاص ممكنه مع هاد الرقم 5. مالوغوزمون عطيتو دوزيام شونس مع كيفن بيت. دونك دوزيام شونس لهاد الرقم 5، ونبغي نشوفو مرة أخرى كيفاش غادي يجري في الإيبودروم ديال أوتي. رقم 6 فولي فوت، هاد الهونغر ديال 9 سنين، هونغر اللي دار إن غونتخي مزيان بعد ما كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 9 حتى شهر 3 ديال هاد العام هذا، وسالا ورا واحد العود اللي سميتو فرانكيل. العود ديال أغنو شاي شاي، وكان شفنا فرانكيل يعني في البخي ديال لي تور 3. دونك ممكن تكون لالين مزيانه، عنده جوج ديال لي فيكتوار في هذا الباركور هذا، بيان بلاسي، علاش لا ان بلاس مع الرقم 6 فولي فوت. رقم 7 اليريك، هذا الهونغر ديال 5 سنين، هونغر اللي دار بدايات يعني مزيانه في لا كورس ريفيرونس ديال 17 3، ولكن في لا ديغنيغ هي شفنا انه جوكي ديالو مشى ليه ليكيليبغ وطاح. العود ما طاحش، مي جوكي راه طاح هذاك النهار، وكان مشى ملعوب يعني لي باريو تاقو فيه وعطى 7 كونتر 1. فكنظن انه
داك النهار كون الجوكي ديالو بقى في ليكيليبر ديالو، كان ممكن على الاقل يسالم مع الخمسه الاولين. فغادي نعاود نعطي ان شونس هذا الرقم السبعه اللي غير عجبتني لا كورس والبدايه ديالو في الاوتوي في 17 3 في لا كورس ريفيرونس. رقم 8 جيم دو شوني، هاد لونغر ديال 5 سنين، هونغر اللي غادي يكون اول بارتون ديال يانيك فوا لي تريبلمون ريبريزونتير دا بثلاثه ديال لي بارتون في الكانتي. عاود لي حتى هو شفنا في البريد غرانيل في هاد الباركور هذا نهار السبت، سالا نافيام ما دارش شي حاجه كبيره. غدا غادي يرجع مره اخرى اللي كانتي، عنده ثلاثه ديال اللي كانتي لا صوت لا صوره لحد الساعه. ف كاينين ثلاثه ديال لي بارتون عجبوني، دوز بارتون ديال لونطريمون يانيك فوا، فاحتفظ بهذا الرقم 8 جيم دو شوني وعطيتو دوزيام شونس. رقم سعود 6-1، هاد الهونغر ديال 7 سنين ونوتخيمو ديال فرانسوا نيكول، عاود لي عنده بامال ديكسبيرونس في لي كانتي، تقريبا 14 كانتي لحد الساعه، دار ان غونتخي مزيانه في 24-2، كيبان لي باقي بيان بلاسي في هاد الزون دي بوا اللي كتخلي لي توا ان شونس باش انه يسالي في لاريف ديال الكانتي. فلوجيك بروميير شونس رقم 6، رقم سعود عفوا 6-1. رقم 10 دينترو دينتور دوبو، هاد الهونغر ديال 8 سنين، هونغر اللي غادي يدير ديريكتومون لا غونتخي ديالو في هاد الكانتي ديال غدا، من يعني هادي مدة ما اجراش هاد العودة هذا. فعاود لي تاهويا شفناه العام اللي فات في هاد الباركور هذا ديال 3900 كياخد دي بلاس، فكتبقى مسألة ديال لا فورم، واش في لا فورم ديالو ولا لا، ولا غادي يحتاج الكورس جوج باش يرجع لا فورم ديالو. مي الا كان في 100% ديال لا فورم ديالو فممكن ياخد اون بلاس، كيف ما قلت لكم شفنا العام اللي فات جرى مزيان، هاد العام غادي يدير ديريكتومون لا غونتخي ديالو في كانتي. كنعرفوا انا اللي كانتي من الاحسن تكون كورسه ولا جوج باش كيحل البومون ديالو. عطيت دوزيام شونس هاد الرقم 10 دينتوغ دي زوبو على قبل لا غونتخي. رقم 11 جوكوسا، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي غادي يكتشف لا كاتيغوري ديال زونتيكاب، 58 فالور واش ممكن يديرها ولا لا. الحاجه الايجابيه هو انه غادي يمشي به كليمون لوفيبر اللي كنعرفوا لا كاليتي ديال هاد الجوكي هذا، فصراحة ما عنديش شي معلومات كثيرة. غادي نعطيه دوزيام شونس، نبغي نشوف البداية ديالو في لي زونديكاب. الرقم 11 جوكوسا. رقم 12 ماكسيم باسيون، هاد لونغ ديال 5 سنين او تاني بارتون ديال لونتخينمون يانيك فوا، عاود لي نقول انه ريغولي كيدير كاع لي كورس ديالو، شفناه في واحد المجموعة ديال لي زيبودروم كلا كونتون دو فيل، شفناه في الكانسيغ ميغ، شفناه في الاوتوي 59 فالور كيديرة. فعلى الورق كيبان انه لوجيك بروميير شونس هذا الرقم 12، وعلاش لا ان فيكتوار، لانه كيبان لي بيان بلاصي بهاد لا فالور هادي وغادي تنطي بروميير شونس. اذا نمشيو للرقم 13 وان ستوري، هاد الفيلم ديال 7 سنين غادي تكون اول فيلم معنا في الديبار، كاينين ثلاثة ديال الفيلم اللي غدا معنا في الكانتي. فيلم اللي غدا اللي غادي نشوفوها في الاوتوي واش ممكن ندير هاد البودغوم هذا ولا لا. اوريجين مزيانة، بيديغري مزيان، يعني سبيريتو وان هو البيديغري ديالها، الشامبيون ديال جوكي دومينيك بوف اللي كان في البرا هاد سبيريتو وان. دونك على قبل انها ريغولييغ كدير كاع لي كورس ديالها، غادي نعطيها بخوميييغ شونس واخا اوتوي ما عنديش شي معلومات كثيرة عليها، غادي نعطيها بخوميييغ شونس. وصلنا للرقم 14 غون بوي، هاد هونكر ديال 8 سنين، هونكر اللي كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 11 شهر 3، وشفناه في لا كورس ريفيرونس ديال 17 3 ويعني اغيت تا ما كملش الباركور ديالو، فما عرفناش يعني شنو كان المشكل هذاك النهار، واش التاكتيك ما كانش مزيان ولا كان محتاج لهذيك لا كورس باش يرجع لا فورم ديالو. لي باغيو تاقوا في هذاك النهار مشى يلعب ب 10 كونتر 1 ما داش لا كورس ديالو، فغادي نعطي غادي نعطي ان شونس مره اخرى. لونتوغاج ديالو كيدير ديبلاسمون غالبا كيجري في لا ريجيون ديال ليون هاد العود هذا، فبوغ ان سوربريز مع الرقم 14 غرون بوي. اذا نمشيو للرقم 15 جوانا كونتي، هاد الفيميل ديال 5 سنين، الفيميل اللي ما كونفيرماتش هنا الفيكتوار ديال اللي كان في 24-2 في 3600 في الكانتي ريفيرونس، ما دارش ان كورس كبيره، كنظن كان مع كيفين نابيت هذاك النهار، ما عرفناش واش لا فالور ولا الكانتي ولا لا كاتيغوري ديال اللي كانتي هي اللي ما خلاتش دير لا كورس ديالها. مره اخرى غادي نعطي ان بروميير شونس، ونبغي نشوفها كيف ما قلت لكم في اللي كانتي وفي لا فالور ديال غدا باش نحكم عليها مزيان. اذا نكملوا التحليل ديالنا مع الرقم 16 ميرسي نت، هذا الفيلم ديال 6 سنين، اخر بارتون ديال لونتخيل مويانيك فوا، واخر بارتون معنا في التحليل ديال الكانتي ديال غدا. دونك هاد الفيلم هادي اللي باقي لحد الساعه ما ربحت حتى شي كورسه في لا كارير ديالها، فصراحه ما شفناش شي حاجه كبيره مؤخرا، لا ميوزيك ديالها كتكلم عليها، فغادي نعطيها دوزيام شونس. اذا اصدقاء متابعي المشاهدين ديال قناه يوتيوب، كان هذا هو التحليل ديالي بالنسبه للكانتي ديال نهار الخميس في البودروم ديال اوتوي، فكنتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه، ومبروك عوش لكم في طبيعه الحال، وموعدنا يتجدد باذن الله في التحليل ديال الكانتي اللي غادي يكون في الفانسين نهار الجمعه. باي باي، كان معكم عصام، بالسلامه عليكم، بون شونس للجميع، وتحياتي لجميع، سلامكم.